ما أيقن أحد بالله عز وجل فخيبه الله سبحانه وتعالى. فاليقين بالله هو حلاوة الإيمان، ولهذا اليقين دلائل، وهذه الدلائل تجدها في نفسك وتجدها في قلبك. ومن أعظمها أنك لا تمسي وتصبح وفي قلبك أحب إليك من الله وأخوف إليك من الله. فإذا أمسيت وأصبحت وأخوف ما يكون في قلبك هو الله وأحب ما يكون إلى قلبك هو الله، فاعلم أن الله قد أعطاك اليقين. فلا تمسين وتصبحن وفي قلبك حب لغير الله أكمل من حبك لله، ولا تمسي وتصبح وفي قلبك خوف من أحد إلا الله جل الله. لذلك أيها الأحبة في الله، من صرفت شعبة من شعب المحبة والخوف إلى أحد غير الله إلا نقص يقين الإنسان. ولذلك قد يصيبك الله عز وجل ببلية لا قدر الله، فتصاب في نفسك فتضيق عليك الأرض بما رحبت، حتى إذا بلغ بك الأمر غايته فاعلم أن اليقين عند الضيق. ولذلك كان يقول بعض العلماء: كلما اشتد البلاء كلما كان اليقين أكمل من الإنسان وكان الفرج قريبا. والله ذكر في ذلك قصتين: القصة الأولى للثلاثة الذين خلفوا، فقال سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. وهذا من بلاغة القرآن: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. لأن الإنسان قد تكون نفسه ضيقة ولكن الأرض واسعة عليه، وقد تكون الأرض ضيقة عليه ولكن نفسه واسعة. تكون الأرض ضيقة عليه فتجد أعداؤه كثيرين، أو تجد البلايا تحيط به في أمواله وأهله وأولاده، ولكن نفسه منشرحة وقلبه متسع ويقينه بالله عظيم. فهذا ضيق الخارج ولكنه سعة الداخل، وقد يكون ضيقا في داخله موسعا في خارجه، فتجده من أغنى الناس ولكن في داخل قلبه من الأمراض النفسية والضيق والكبت والهم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية. إذن إما الضيق من خارج وإما من داخل، فالله أشار إلى هؤلاء الثلاثة أن الضيق جاءهم من الناحيتين: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، لكن وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، فجاءهم الفرج. فكلما اشتدت عليك المصائب وأحاطت بك الديون والهموم والغموم فاعلم أن الله قريب منك. ولذلك انظر إلى كفار عبدة الأصنام بعيدين عن الله عز وجل، يستغيثون بغيره ويستجيرون بغيره، لما أصابهم الضر في البحر وظل عنهم كل شيء سوى الله فقالوا لا إله إلا الله، فرج الله كربا باليقين. فكلما قوي يقين الإنسان واشتدت عليه المصائب والمصاعب والمتاعب فليعلم أن الفرج قريب. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمر قلوبنا وقلوبكم باليقين به، وأن يجعلنا وإياكم من أهل اليقين الذين أوجب لهم درجات النعيم.